1 في 1 واحد ضد واحد هتلعبوا 3 دقايق واللي هيكسب الماتش هياخد 30 نقطة بس في حاجة زيادة لا خلينا بقى 2 2 لأن يعني هاني صغير وانا يعني مش عايز تلعب من غير شيكا شيكا معايا بس هاني ينزل معاك كابتن شيكا عشان تبقى الدنيا ماشية كويس بس مش كده أنا شايف كده برضه بس بقى عندك إيه طيب في قانونين خلاص ما حدش يدخل جوه الدايرة اللي هيدخل جوه ما حدش يدخل جوه الدايرة والكوبري بخمسة بونص في حكم هوبا كوبري اوه اوه لعيبة شيكة ثمانية سبعة ستة شوف كل حلقة أنت جايب جولين أنا جبت جولين يا جماعة جولين الماتش خلص أنا عملت اللي عليا أنا عملت عليا بس مفيش توفيق احنا محتاجين وقفة بس بقول لك إيه هو هاني على طول كده هاني لا هاني بس يعني مش اتشد الأول بعد ما خبط الكرة في مش حاسس إن هو بيتشد لا بس بقول لك إيه أنت